طيب وخلعة وضعف نظر، وعندما أسمع الرقية ما بيصيبني غير بس نبض وكركعة في المعدة، مع أني أنا ملتزم وبقضي الفرائض والعبادات كلها وبشرب مي مقرية وزيت تمام، لبناني، بس ما في عندي ظهور ظلمة. نهائيا. ما في عندك ايه؟ ظهور يعني انه الجن ما بيظهر. بس انه بيحكوا لي انه انت عندك مس وعندك طيب وربط وتعطيل. انت منين؟ طيب انا من سوريا. يا سيد الكريم، كل اللي بيسمعنا يا شباب هنعمل تجربة مع بعض دلوقتي، تمام؟ فاللي بيستمع معايا يكتب لي كلمة الله أكبر على التكست، اللي بيسمع للبث المباشر ده الآن يكتب الله أكبر على التكست. اعمل لي كف إيدك كده، نعم. قرب كف إيدك للكاميرا شوية، وكل واحد بيسمعني يعمل كف إيده نفس الطريقة. طيب، مش عايزك إنك أنت تتك على صوابعك نهائيا، تمام؟ لا. قول بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله. وكل واحد بيسمعني يعمل نفس التجربة مع الأخ اللي هو بيعاني من نفس الأتعاب والأوجاع في جسمه، إن شاء الله الرحمن تزول. قول بسم الله كمان مرة. بسم الله بسم الله بسم الله. طيب، أعوذ بالله، ما تتكش على صوابعك، سيب صوابعك براحتها، تمام؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يتفتح الصبع الصغير الآن، أعراض الحسد تفتحها الآن، وأعراض العين تفتحها الآن. ما تتكش على صوابعك، سيبه براحته خالص. ها، نعم شايف صبعك الآن بيتفتح ولا لا؟ نعم ما تتكش على صبعك، سيب أعصابك، سيب يدك، لا طيب تتكة، أنت برضو رجعت تتكة، سيب أعصابك خالص. ماشي. طيب، يتفتح الصبع الصغير الآن، تعال قدام الكاميرا شوية كده بإيدك. طيب، يتفتح أكتر، يتفتح أكتر، يتفتح أكتر، يتفتح أكتر كمان. طيب، أنت قول لي بقى، شايف صبعك في حركة لا إرادية الآن، صحيح؟ صحيح. طيب، كل شخص فتح إيده حصلت معاه إن صبعه اتفتح؟ اللي صبعه اتفتح يا شباب اكتب لنا في التعليقات دلوقتي صبعه اتفتح. اللي حصل إن صبعه اتفتح يكتب لنا في التعليقات صبعه اتفتح ولا لا. طيب يا سيد الكريم، دلوقتي عبد الله، دلوقتي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وانت عامل ايدك خلاص، مش مشكله اليد، كل اللي اللهم صبح نزلها خلاص. اللهم صل على انت سيدنا. بس ما كنت انت بس كنت بتقول ان ما بيحصلش عندي اعراض، تمام؟ أوجاع، حبيت عندي اظبط أوجاع لك أوجاع لا ان تطاق وبين تمام. الكتفين. تمام، انت كنت بتقول من شويه ان ما بيحصلش حضور والحاجات دي، نعم فانا بقول لك ان صبعك اتفتح اهوت، فده دليل على حضور الشيطان في جسمك. نعم حلو، حلو. بص يا سيدي، احنا دلوقتي كل واحد صبعه اتفتح وعنده الم وعنده مس او صح، يتابع مع نفس ايه الاخ الكريم نفس الرقيه، تمام؟ اول حاجه قول لا حول ولا قوه الا بالله 3 مرات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انا هقرا سوره الفاتحه وهقرا 3 ايات من كتاب الله جل وعلا، وعايزك انك انت تكون مركز معايا فيهم وانا بقراهم، وكل اللي بيسمعني وصبعه اتفتح وعمل معانا الطريقه يركز معانا وشوف اللي هيحصل معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. الآن جسمك بتحس فيه بتنميل وبدأ إن هو يتخدر، صحيح؟ خفقان. طيب، غمض عينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها دهيت، في برودة داخلة على جسمك، صحيح؟ في شو اسمه رجفان بالعين. طيب، في برودة الآن هتحس بهواء بارد كده بيلمس ظهرك من ورا في أماكن الألم في الأكتاف، والأكتاف فيها شد جديد، فيها شد في وتنميل.
في وجع. طيب في وجع الآن صح؟ نعم. وشد يعني وجع مع تنميل ونبض، تعرف النبض كده، حركة نبض خفيفة. النبض في إجري اليسار. طيب الآن إن شاء الرحمن هتلاقي في الأكتاف، في الأماكن اللي أنت بتتألم فيها كلها، هتبص تلاقي كده كأن في حاجة زي رطوبة بتخش أو مية تصبت عليها، في مية نعم. تصبت عليها الآن. حاليا لا. في ناس من اللي بتعلق معانا بتقول في برد شديد في وجهي. طيب قول بسم الله، بسم الله. قولها كمان مرة. بسم الله. الآن في نبض وكأن في شيء بارد لمس الأماكن اللي أنت بتتألم فيها، صحيح؟ لا. قول بسم الله كمان مرة. بسم الله. كل اللي حصل معاه برودة يا شباب يكتب لنا على التكست، تمام؟ في ناس بتقول أنا في سخونة جامدة في رجلي، طيب. وفي اللي بيقول أنا حصل عندي برد جديد. طيب في وجع أيوه، خفيف في اليمين. في شيء بارد لمس المكان اللي بتألم منه، دي سمر الحسيني. طيب ألم في المعدة وبرودة في الأطراف. طيب كل اللي حصل عنده برودة بقى يركز معانا في الرقية ديت، واكتب برضو ايه اللي حصل معاك. خلاص طيب بص يا سيدي الكريم، في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت غمض عينك ما تفتحش. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حصل برودة في كف إيدي، وخلود بتقول أنا ما حسيت بشيء، وفي مريم بتقول ألم في القدم. طب غمضوا عينيكم وركزوا كده في الأربع آيات اللي هيقرأوا الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بسم الله، بسم الله. حرك كتفك الآن هتلاقي الألم راح منها إن شاء الله. والضيق التنفس. يا عم خلينا بس في الألم، أنا بسألك سؤال، جاوب، راح الألم صحيح؟ ايه خف. احنا مش عايزين خف. قول بسم الله كمان مرة. بسم انت الله. صليت العشاء النهاردة؟ صليت صليت. العشاء؟ نعم صليت. بتصلي في بتصلي في المسجد ولا بره المسجد؟ والله انا فصلي، انا في المانيا لانه ما في مساجد بعيدة عني. طيب ماشي، صليت الفجر؟ بصليت الفجر وقرأت سورة البقرة. طيب قول بسم الله. بسم الله. شوف الآن بإذن الرحمن جل وعلا وانت مغمض عينك، في اللحظه دي في نعم. برد دخل عليك، هواء برد دخل عليك الان. في برودة بأطرافي بإيدي وإجري. طيب في بروده هتخش على جسمك كلها الان، ركز بقى معايا وغمض عينك. نعم. وكل اللي بيسمعني، في تنميل، في تلملم متواتر عند القراءه، وتثاوب دي شهد، وفي صعوبه في غلق الاعين، لا كله يغمض عينه، تمام؟ ويا ريت يا شباب لو نتوضى واحنا بنسمع. عمر بيقول فعلا حصل. طيب يا شباب فضلا وليس امرا، ندوس لايك ونعمل مشاركه، ندوس لايك يا شباب ونعمل مشاركه. غمض عينك يا استاذ. بسم الله، بسم بسم الله. الله، بسم اعوذ الله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يشرح صدره للاسلام، يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء،
كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسحب الأذى الموجود في الجسد الآن ويختفي نهائيا بأمر الله. يسحب الأذى اللي موجود في الجسد الآن واختفي نهائيا بأمر الله. سمي لو قوم واقف، هتبص تلاقي إن جسمك بيترشق، اتمشى. هتلاقي إن جسمك بيترشق وكل اللي كان موجود عندك اختفى بإذن الله. الله. قوم واقف واتمشى. بسم الله. حرك جسمك كده. قول بسم الله كده وحرك جسمك وحرك كل حاجة، هتبص تلاقي في ترقعات بتحصل في جسمك، في العضلات. يعني في بسم الله. أفتح عيوني. في أي فتح. كل واحد يكتب إيه اللي حصل معاه كده يا شباب. في تحسن. احنا مالنا ومال التحسن يا ابوي؟ انا اقول لك قوم حرك الان جسمك، شوف ما في الم في ظهرك لا من فوق ولا من تحت نهائيا. لا، ما في ألم. طيب احنا مالنا ومال في تحسن؟ ايش تاني المشكله اللي كانت موجوده عندك؟ خد نفس عميق وقول بسم الله، هتلاقي نفسك سالك عن الاول 80% من 70%. ما بسم في الله. انا نهائيا. هل عم بتنفس أنا؟ حاليا طيب عم بتنفس. ما في خنقة، خفيف. قول بسم الله، بسم الله. حط ايدك كده مع وضعة يدك دي، تحس ان في برودة تحت منها، صحيح؟ صحيح. قول لا، قول اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله. امنت بالله وحده آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت. وكفرت بالجبت والطاغوت. حط صابعك هنا كده، ما تتكاش. قول قول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة أيوة، من هذا من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فاليوم فبصرك بصرك. اليوم حديد. قول بسم الله، بسم الله. قوم بقى اتحرك، هتبص تلاقي كل حاجة أزيلت تماما وكل الأوجاع اللي عندك انتهت إن شاء الرحمن. الحمد لله، عم بتنفس. كل حاجة أزيلت تماما، الحمد لله، أحسن من الأول. ما فيها أحسن من الأول. أنت الآن ما فيك أي شيء. شوف هنا اعمل كده، ما في ألم في الأكتاف، خلاص انتهى. وإذا كان في مسرح يا أبويا امشي على اللي أنا أقول لك عليه، اعمل كده ما في ألم في الأكتاف لا، ما خالص. في. طيب كان في ألم أسفل ظهرك صح؟ صح. روح خد هيئة الركوع واطلع مرتين واعمل كده، اعمل اللي أنت عايزه في ظهرك. صح. ما في انتهى نهائيا. شوف اسمع، عايزك إنك أنت تجعل لك ورد من الاستغفار والأذكار، نعم. ودايما تكون، وكل واحد بيسمعني حصل معاه نفس الاشياء ديت يا شباب، او عنده كان عنده الام في الظهر وتابع الرقيه وحصل معاه بروده والاشياء دي كلها، يكتب لنا في التعليقات ايه اللي حصل معاه. انت دلوقتي جسمك خفيف خفيف جدا، ما فيهوش اي تعب نهائيا. كل المشاكل اللي انت كنت بتعاني منها من السحر والعين والحسد، عايز اقول لك ان هي ازيلت تماما، فتحمد الله عز وجل على ذلك الحمد وتسال لله، الله عز وجل من فضله. الحمد لله رب، تمام؟ هذا فضل من ربي، الحمد لله. بارك الله فيك. ان شاء الله تبقى تتابع المقطع ده على اليوتيوب، اسمعه باذن الله جل وعلا، بعمله كرقي انا، إن شاء وتتابعه الله، هناك. لو حصل عندك اي حاجه تانية ولو في اي شيء كلمني في التعليقات هناك، إن شاء الله، وتقدر انك انت تطلع معايا مره تانية. بس ما انت راح ما راح تحتاج شيء مره تانية. وعليكم السلام. كيفك شيخنا؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. أول شيء أنا كثير متابع، يعني من متابعينك، وأنا من الأردن، اسمي طه المغربي.
أهلا بك. الله يحييك يا شيخ. والله أنا لي فترة تعبان يا شيخ، وبحس حرارة بجسمي من هان، وحالي متلخبط وأحوالي متلخبطة وكثير. والله يعني بجوز لي سنة بجوز بحاول أتوصل لك، بس الحمد لله ربنا هسه فتح علي وتوصلت لك. فبدي أشوف شو مالي، شو شوية مشاكل وكذا، وحالي مش متيسر وأموري شوية ملخبطة. ف ما بعرف يعني، واحلامي دائما مزعجه عندي، يعني يعني بيجيني قطط، بيجيني اكلاب في المنام، في المنام بيجيني اشياء كثيره. فما بعرف صليت العشاء اليوم؟ والله، لا ما صليت لسه طيب صليت المغرب؟ المغرب. لا والله انا بقطع في الصلاه صراحه شيخ. طب صليت العصر؟ لا لا انا بقطع اليوم، ما صليت والله صراحه، عشان اكون معك صادق. يعني ماشي على صدر وسايب صدر، نعم ده المعنى الأشمل. طيب شوف، بص يا سيدي الكريم، أنا عايز أقول لك على حاجة. كل المشاكل والأتعاب اللي موجودة في جسمك دي سببها الجن، نعم تمام؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه إيه؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنت بقى عايز تكون في الظلمات ولا عايز تكون في النور؟ طبعا في النور يا شيخ. الله يجزيك الخير. طبعا حلو قوي. إذا أردت إنك أنت تكون موجود في النور، فلازم إنك أنت تلتزم بالأشياء اللي توصلك للنور. إيه اللي يوصلك للنور؟ الصلاة. الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله. بس والله يا شيخ ما بقدر أصلي. يوم يا الجمعة بروح أبويا أصلي في الجامع، أجي أصلي بيصير في علي ثقل يعني. حلو حلو قوي. طيب اذا احنا دلوقتي هنحاول ان انا، يعني انا هقرا عليك. نعم انا عايزك دلوقتي تقوم تجرب جسمك عامل ازاي. هتبص تلاقيه زي الشوال، كانك شايل شكاره 50 كيلو ولا 60 كيلو ماشي فيها. امشي. 100% تعبان كثير انا يا شيخ، يعني طيب امشي كده، امشي يعني اقف. اقف وتحرك، اتحرك اتحرك اتحرك، امشي 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 ابويا، امشي ارجع مرة ثانية. تفجير جسمي يا شيخ. طيب اجلس بقى، اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة، شفت التوجل اللي كان موجود عندك ده؟ كله بيزول، لكن لو ما التزمتش بالصلاة تمام تمام هيرجع كل شيء مرة ان شاء الله، والله اعلم يعني. يا رب. فانت لازم تكون عبد من عباد الله جل وعلا، حتى ما يستطيعش اي شيطان انه يقرب لك، لا من قريب ولا من بعيد. ان اتفقنا؟ شاء الله يا رب. احنا ان شاء الله يا شيخ. طيب طيب حلو. نقول بسم الله، كل اللي بيسمعني يقول بسم الله معايا. بسم الله. اعمل كف ايدك كده، كف واحد مش الاثنين. تمام. بص على صبعك الان، هتبص تلاقيه بيتفتح، شايفه الان بيتفتح اهوت. طيب اتفتح الصبع اكتر، كل واحد صبع اتفتح. يا شباب يقول لنا صبع اتفتح ولا لا. اتفتح الصبع اكتر. طيب حلو قوي. نزل ايدك، غمض عينك، قول اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. مش ان، اشهد ان لا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت. كفرت بالجبت والطاغوت. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت، هتبص تلاقي إن جسمك حصل فيه نفضة. يعني حاسس بلد جسمي في نفضة أو هيك أو ثقل شوي. تمام. تنميل ابتدى ان هو يزيد عندك الان، صحيح؟ غير التنميل هتبص تلاقي ان ايه، في قشعريره كده حوالين جسمك، ما تفتحش يا استاذ. اسف شيخ. نعم في قشعريره حوالين جسمك نعم، وديت قال. كل شخص بيحس. طيب حلو. كل شخص يا شباب يغمض عينه ويعمل نفس التجربه دي دلوقتي على المباشر معانا. كل شخص بيسمعني يكتب لنا بسم الله على التكست. طيب قول بسم الله وانت بسم الله مغمض. بص تلاقي الآن إن في برودة بقت تخش على جسمك، صحيح؟ أخف، لأنه جسمي كان في حم من هان من الصبح مسكني. تمام. هتبص تلاقي إن في برودة مسكت جسمك الآن، صحيح؟ برودة يعني. أيوه. آه آه طيب غمض عينك، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. رجلك الشمال كلها الآن مخدرة، صحيح؟ الشمال أيوه. فيها خدر. طيب هتلاقي إن الخضر ده كلته بينزل لمشط رجلك الآن، صحيح؟ نعم. طيب هتبص تلاقي إن مشط رجلك الآن، رجلك في اللحظة اللي أنا هكلمك فيها ده، استنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. رجلك الآن حصلت فيها نفضة. ما حسيتش فيها كثير والله شيخ، يعني في بس مش كثير حسيت فيها يعني. طيب وفي برودة في جسمك الآن، صحيح؟ انا جسمي من انا لفترة حامي نار، من خاصة من جبيني، من هنا في حم كان يطلع من جسمي. الآن في برودة في جسمك كله، صح؟ خف شوي يعني. قل بسم الله بسم الله كمان مرة. بسم الله. قم حرك جسمك، مش هتلاقي فيه حاجة خالص نهائيا. يعني اقف خلاص، افتح عيناي. اجا فتح عينك وتمشى، مش هتلقى فيه أي حاجة خالص. خف شوي والله شيخ، مش خف. خف بشوي حبيبي، روح مشي 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 بعيد، امشي بعيد عن الكاميرا، روح مشي بعيد عن الكاميرا، مشي وتنطط، خد هيئة الركوع والسجود والرفع من الركوع والسجود، ما راح تلقى أي شيء في الثقل ولا في جسمك. الحمد لله. لا كويس، خف جسمي الحمد لله رب العالمين. وفي لو كان قم في كان هذا الحم صيب من الصبح وراح، انزال الحم. طيب انت دلوقتي قوم اتوضى وصلي العشاء ولا تترك الصلاة نهائيا، خلاص؟ ان شاء الله باذن الله. مع السلامة. الله يجزيك الخير.